اسمعوا يا شباب منيح وفهموني كويس، نحن هون بمنطقة حدودية ولهالسبب مو لازم تغفل عنا لحظة واحدة. الدوريات الراجلة والمتحركة لازم تطلع بانتظام وبوقتها بالضبط، وما بدي اسمع عن اي تقاعس او اي تهاون. المهربين يا شباب صاحبين حيلة وقلبهم قوي، واذا انزنقوا بيحطوا راسهم براسنا، ما بتفرق معهم منوب. مشان هيك لازم تلتزموا جانب الحيطة والحذر، ولا تتصرفوا اي تصرف قبل ما تعلموني فيه. الو، احترامي يا سيدي، اهلا وسهلا بكم. نعم يا سيدي، نعم نعم نعم، عم بسمعكم سيدي. عفوا سيدي ما فهمت، تمثال شو؟ تمثال الملك أرمان؟ لا والله يا سيدي آسف، ما سمعت فيه، ما سمعت فيه، ما سمعت فيه يا سيدي. مين بيكون يعني؟ آسف يا سيدي، والله أنا بعرف جلالة الملك فهد وجلالة الملك. نعم؟ أيوة. عفوا سيدي، هذا من العصر الآرامي. هلا فهمت عليكم سيدي. شو الحكي؟ ومرته الملكة إرمية كمان؟ حاضر سيدي حاضر، أمركم، أمرك أمرك سيدي. لا والله لا والله، نعم نعم، رح ننزل أقصى الجهد ورح استنفر كل العناصر اللي عندي، وإن شاء الله بإذن الله بنبيض وشكم وبتاخذوا نتيجة. نعم يا سيدي، احترامي، الله معكم. أرمان. خير، شو في سيدي؟ في إخبارية وصلت للقيادة مفادة أنه تمثال الملك الآرامي أرمان وتمثال مرته إرمية رح يتهربوا لبرا من منطقتنا من هون. هالإخبارية أكيدة سيدي؟ يعني لو مو أكيدة ما كانوا اتصلوا فينا وطلبوا منا الاستنفار الكامل. بالظاهر التماثيل غالية، مو هيك سيدي؟ طبعا غالية، بالعكس هالتماثيل هي لا تقدر بثمن، وغير هيك هي ثروة وطنية تمثل حقبة مهمة من تاريخ بلدنا، ومو لازم أبدا نخسرها. ولهالشي الله يرضى عليكم بدي منكم تطلعوا دوريات بشكل دائم ومستمر ومنتظم، وتفتحوا عيونكم وأدنيكم منيح. يعني ما بدي النملة تعبر جبالنا، ما بدي الطير يجتاز سمانا. طيب مين بده يهربها لبرا؟ أكيد حرمية المتاحف والآثار يلي عم يحاولوا يطالعوها برات البلد، ونحن طبعاً لازم نحبط هالمحاولة بأي ثمن ومهما كانت الظروف. يلا نشوف الله يرضى عليك، نظم لي دوريات منتظمة وحاولوا تغطوا أكبر مساحة من الأرض، خصوصي طرقات المهربين يلي صرتوا بتعرفوها منيح أنتو. نحن جاهزين سيدي. ولا تنساها الدوريات لازم تطلع على مدى 24 ساعة، ولازم تصبروا وتطولوا بالكم ولا تسمحوا للملل يعشش فيكم. سيدي ممكن سؤال؟ تفضل. سيدي ممكن التهريبة تصير بالليل؟ والله هالشي علمه عند ربي، ممكن بالليل ممكن بالنهار ممكن، ولهالسبب بدي اياكم تستنفوا حالكم ليل نهار. ماشي الحال، الله معكم، صراف. تفضل. أعطيني مساعد هيثم. معلم، ايوه كله جاهز معلم، البضاعة معي بالخرج، اوامرك معلم، جايك.
لحقت وما هيك؟ يلا على السيارات على المقفر خلينا نرجع يلا. العمى ضربكم شو اخبياء؟ العمى؟ يعني معقولة دورية مسلحة مؤلفة من كسر عنصر ما تقدر تلقي القبض على شقفة سرسري راكب على حصانه؟ انه بس بدي افهم شلون خليتوه يفلت منكم ويهرب؟ سيدي حاولنا نلحقه بالسيارة بس ما قدرنا، الارض كتير كانت وعرة. طيب يا اخي ليش ما اطلقتوا النار عليه؟ سيدي اطلقنا عليه النار بس ما قدرنا نصيبه. ما قدرتوا تصيبوه؟ الله يعني قلبكم الهي، لك يعني بخل طويل عريض وعليه زلمة قد الشحش ما قدرتوا تصيبوه؟ العين تصيبكم الهي، العين تصيبكم من العناصر. قسما بالله يا سيدي حاولنا نصيبه بس ما قدرنا. الله لا يعطيكم عافية فوق تعبكم، لكن معقولة تمثال الملك أرمان وتمثال الملكة إرمية يمرقوا من قدام عيونكم وما تقدروا تعملوا شيء؟ أخ يا خسارة، يا خسارة التوجيهات فيكم يا عناصر الزفت. أعطيني المساعد هيثم. ما قلت لي يا خليل أنت رح تفلح الأرض؟ ولا يهمك يا أميرة حفلحها، بس أنت صبري علي شوي. الله يرضى عليك، ما بدنا نتأخر بالفلاحة، بكرة بتي بس الأرض بتنشف ما بتعود بتمشي فيها السكة منيح وبتتعذب بحرتها. ولا يهمك أمي، ما في شيء بصعب علي خاصة إذا الموضوع بيخصك. الله يرضى عليك يا ابني وييسر أمورك كيف ما درت وكيف ما اتجهت. طيب ليش يا أمي ما بتستأجروا تراكتور؟ مشان الفلاحة، يعني لأمتى رح نضل نفلح هالتور؟ كل هالفلاحين عم يستأجروا تراكتورات. صدقيني يا جميلة، طالما هالتور موجود وأنا موجود فبإذن الله الأمور كلها رح بتهون. حكي أخوكي مزبوط يا جميلة، وإن شاء الله بهمة أخوكي الله يرضى عليه وبهمة التور منستغني عن التراكتورات. لك أمي، هدول الناس عم يستأجروا تراكتورات لأنه معهم مصاري، أما نحنا يا حسرة علينا، يا دوب عم نطالع لقمة يوم. خلي الطابق مستور ولا تنكشيلنا جروحاتنا لك أمي. دايمي صحتين تقبرني؟ صحة. بس ما حلك تشبع؟ الحمد لله كفاها الله. قومي جميلة تقبريني، قومي عمل له فنجان قهوة لأخوك اللي مزمز فيها على مهله. على عيني. طيب بين ما يصير فنجان القهوة رح قوم اشتغلي شوي بالأرض. شباب الأول تقبرني؟ ما تطول أمي ما تطول. الله يرضى عليك شو إنك مرضي وصاحب همي، إلهي ما تحرمني منه، إلهي تمسك التراب بيقلب ذهب بين إيديك يا خليل. آمين يا رب العالمين. العمى شو هاد؟ غريب. انت بتعرف هالتمثال لمين؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. طيب فكرك هذا تمثال الملكة إرمية عن حقها؟ العلم علمك سيدي، والله ما بعرف، يعني أنا بصراحة ما بفهم بالشغلات، مشان هيك جبته لعندكم على المخفر. طيب وين لقيته قلت لي؟ تحت الشجرة سيدي. أنو شجرة؟ اللي عنا بالبستان سيدي. ها يلي عندكم بالبستان؟ ايه نعم سيدي. ودخلك لقيته لحاله ولا لقيت معه شي تاني؟ شي تاني؟ مثل شو سيدي؟ اسمعوا لا لا تضيق لي خلاقي تجذب علي بجذب على بلد أنا. ها شو قصدكم سيدي؟ قصدي ألاعيبك مكشوفة وما بتنطلي علينا هيك تمثيليات؟ سيدي أنا ألاعيب ولا تمثيليات؟ أقسم بالله أني لك هلأ لا تقعد تحلف وتتحلف؟ قالوا للحرامي حلف قال إجاني الفراش. حرامي سيدي؟ أنا حرامي؟ أنت لقيت تمثالين
ومشان تبعد الشبهات عن حالك جيت تسلم واحد وخبيت الثاني ومفكر حالك ذكي ما شاء الله وكان حولك وحواليك. يا سيدي الله وكيلك. هوس ولا حرف، اطلع بتمثال الملك أرمان عرم. الملك مين سيدي؟ أرمان عرمان يا حبيبي، وعامل حالك ما بتعرفه كمان. يا سيدي الله وكيلك، بعمري ما سمعت باسمه. شو هذا أرمان؟ نورني سيدي نورني، يستر على عرضك نورني. شوفوا يا خليل، لا تصرع علي راسي، هي عم فهمك ها؟ الإنكار ما رح يفيدك، بالعكس رح يجيب لك آخرتك وضاعف لك عقوبتك. بقى اعترف بسرعة أحسن لك، اعترف وحاجتك شطار. بشو بدي اعترف يا سيدي بشو؟ يعني هذا جزائي لأني اجيت سلمتكم التمثال؟ وشو الفائدة إذا سلمتنا إرمية ولطشت أرمان؟ ولا فكرك الملكة إرمية كانت بايرة وعزابية؟ أقسم بالله يا سيدي أقسم بالله إني لا بعرف لا أرمان ولا طرمان. أنا فكري إني جاي قاضي غرض، فكري إني مبيض وش قدامكم. بتعرف شو بيسوى هالتمثال؟ لا والله يا سيدي ما بعرف. يا مسعود! حاضر سيدي. خذوا دوريات وفتشوا بيته قرني قرني وشبر شبر، وزجوا لي هالأزعر بالسجن على بين ما نظهر بأمره. يا سيدي ليش لا يسجوا لي بالسجن؟ يلا يلا بنعود. والله وكيلك ما عملت شيء. لك يلا. يا عثمان بيك بعرضك أنا. الله بكيكم يا ناس يا عالم مظلوم. لك امشي تاني بلعنك. الله بكيكم يا جماعة، لا أرمية خانم ويا أرمان بعرفوا. لك امشي بلعنك يلا من هون. يا جماعة والله ما شفته. تضرب به الراس. شو هالحكي اللي عم تحكيه يا إبراهيم؟ وليه على قلبي عليه؟ ايه والله يا خالتي ام خليل، المساعد مسعود بيقربني وهو بلغني بالخبر. طيب ليش حابسينه؟ يعني ما عرفت شو السبب؟ قال تهمينه بسرقة تمثال الملك أرمان وانه مخبيه ليهربوا برات البلد ويبيعه بالمبلغ المرقوم. يلا بخاطركم بخاطركم. مين هذا أرمان امي؟ لك الثاني عن شو عم تسأل؟ لك لك انا شو بعرفني بعد الموضوع؟ الحقيني لك امي الحقيني، بدنا نضل قاعدين وساكتين واخوكي محبوس بالمخفر. ونحن شو بيطلع بايدنا نعمل يا امي؟ خلينا نحكي للمختار، اكيد بيلاقي لنا حل. ليش المختار بيطلع بايده؟ شو بدنا نساوي لكان؟ ليش في قدامنا غيره؟ امشي لك امي امشي، الغريق بيتعلق بقشه. ودي على قامتي عليك يا خليل. والله اخي خليل ما بيستاهل. بيستاهل امي؟ لك امشي امشي هلا خلصيني امشي. نعم سيدي نعم حققنا معه، بس للاسف لحد هلا ما اعترف. نعم يا سيدي فتشنا البيت والارض كمان وما لقينا شيء. والله يا سيدي احتمال كبير يكون معه شركاء. ايه معك حق سيدي، بس المشكله انه وسائل التحقيق عندي بدائيه كثير، يعني ما عندي غير فلقه وكبل رباعي. ونحن كنا قدمنا طلب قبل 3-4 أشهر مشان تبعتوا لنا اجهزه حديثه، بس لحد هلا. نعم عفوا سيدي امرك. طيب طيب رح حولكم المتهم لعندكم باقصى سرعه. إيه طبعا طبعا مع محضر التحقيق وهو كذلك. احترامي يا سيدي احترامي. الله معكم. قالوا نعيم طمني يا ابني، اعترفوا ولا لسه؟ لا لا خلاص ما في داعي، جهزوه مشان نحوله للعاصمه موجودا. ايه بسرعه مع السلامه. شو يا خليل؟ لساتك ملبس راسك وناوي تعترف؟ سيدنا الله يخليك، بشو بدي اعترف؟ انت بس اعطينا اسماء شركائك وانا بوعدك اللي طالعك مثل الشعر المعجين. ومشان تطمن اكثر انا ما راح اقول لشركائك انه انت اللي حكيت عنه. يا سيدي الله وكيلك الله وكيلك. انا بس انا ما بفهم هالحكي له، فهم؟ بدي تمثال الملك أرمان بأي وسيلة. شي حلو والله، ما بقى علينا غير نترك شوية زعران يتحكموا بتراث البلد. طيب وانا شو دخلني يا سيدي؟ شو دخلني؟ قسما بالله انا ما لي علاقة بموضوع الآثار. بعدين انا زلمة غشيم تماما بهالمواضيع. ماشي الحال، خليك ميبس راسك لنشوف آخرتها معك. انت موقوف على ذمة التحية حتى اشعار اخر. خذوا على السجن. يا سيدي الله وكيلك، انا ما بعرف شو عن هذا الموضوع.
أمي الحبيبة، أختي العزيزة جميلة، بحب طمنكم إني أنا بخير ومو ناقصني غير إني أشوفكم. الحمد لله صحتي منيحة ونفسيتي مرتاحة ومعنوياتي عالية جدا، وكل هالشي لأني متأكد تماما من براءتي. الوضع هون ماشي حاله، والأكل عم يجينا بانتظام، 3 وجبات كل يوم، وبقدر قلكن إنه الأكل كتير كتير كويس، والناس اللي محبوسين معي بالسجن كتير حبابين وأوادم، والقط بياكل عشاهم، وكل شي من أحسن ما يكون. أمي الحبيبة، بالنسبة للأرض لا تهكلي همها بنوب، رح أحرت لك إياها وأفلحها بإذن الله، وهذا وعد مني إليك، وأنا متأكد من هالشي، لأنه بإذن الله بإذن الله إقامتي بهالسجن ما حتطول. وفي الختام أقبل أياديك الطاهرة وأرجو أن لا تنسيني من الدعاء حتى يخلصني الله من هذه الورطة. المشتاق لكم ابنك خليل. يقبر قلبي إن شاء الله، هكلان هم فلاحة الأرض هو بالحبس. شايفة أخوك قديش حنون؟ إيه معه حق يا كلهم، لأنه إذا ما انفلحت الأرض من هون لعشر أيام رح يروح علينا موسم السنة، وبتعرفي إذا راح علينا موسم السنة رح نتبهدل ونتشرشح ونصفي على الحديدة، والله بيعلم شو رح يصير بحالنا. لا والمصيبة إنه ما في حوالينا مين يساعدنا، كل واحد ملتهي بحاله وما حدا سائل عن حدا. الله كبير يا بنتي وما بينسى حدا. والنعم بالله، بس معقولة يا أمي هيك نضل ساكتين وأخي عم يتعذب بالحبس؟ لك أمي شو بيطلع بإيدنا نساوي وما ساوينا؟ هاي حكينا مع المختار وما طلع بإيده شي. يا أمي المختار بهيك شغلات مثل قلته، وبصراحة نحن لازم نوكل محامي لأخي. محامي؟ إيه طبعاً، ليش لا؟ بيجوز المحامي يفك أسره فوراً ويطالعه بيومين زمان. إيه منين بدنا نجيب مصاري؟ مو مشكلة أمي، بيع إسوارتي. قبل ما تبيعي وتتصرفي من عندك اسألي أخوكي وشاوري، بيجوز يكون عنده رأي تاني. أصبح قايمة اكتب له رسالة وآخذ رأيه. إيه اكتبي له رسالة وسلمي لي عليه وطمنيه عن أحوالنا، ما بدي هكل همنا وهو بالحبس، ولي على قلبي عليه مو ناقصه هكلان هم. حاضر أمي على عيني. أما بالنسبة لموضوع المحامي فما في داعي توكلوا محامي أبدا، لأنه أنا بريء ورح تظهر براءتي بإذن الله. وبالنسبة للموسم الزراعي، يا أمي أنا وعدتك أني أفلحها وحرتها ووعدت الحردين، وبإذن الله رح أحرتها قريبا، وبيجوز يصير هالشي بعد كم يوم. والله كتير متفائل. ولهالسبب اطمني وحطي رجليكي وإيديكي بمي باردة، وتأكدي أن الموسم الزراعي ما رح يروح علينا مهما كانت الأسباب. لذلك أرجوكي من هلأ تحضري البدار، والأرض يا أمي رح تنزرع بوقتها مثل كل سنة. سمعاني شو عم يقول خليل أمي؟ خلص من بكرة لازم نشتري البدار. كيه؟ شلون بدنا نشتري البدار؟ بركي أخوك طول بالحبس وما قدرنا نفلح الأرض، منكون خسرنا حق البدار على الفاضي. بس أنا قلبي حاسسني أنه ما رح يطول. بعدين ما شفتي شو كاتب بالرسالة؟ هو اللي قال اشتري البدار مو نحنا، يعني لو ما كان واثق من طلعته ما بيقول هالحكي. الله يسمع منك يا جميلة ويفك سجنه على أهون سبب. خلص من بكرة مننزل منشتري كل شي بيلزمنا ومنتكل على الله. والله يا أمي الأرض يبست كتير وصارت مثل الباطون وصار لازم تنفلح بسرعة. ايه الله يفك أسرك ويفرج كربتك يا خليل ويفرحنا فيك. الله لا يحرمنا منك يا حق. أمي الحبيبة، وفي الختام أرجو يا أمي إنك ما تنسيني من الدعاء. ملاحظة، لا تفلحوا الأرض قبل طلعتي من السجن، لأني بصراحة دفنت فيها تمثال الملك أرمان. العمى مع العمى، لو كيف ما فكرنا بهالشغلة من الأول؟ والله وقعت يا خليل وما حدا سمع عليك. الو شو هالحكي؟ معقول يا سيدي؟ لا بس شلون اعترف؟ هيك مكتوب الرسالة؟
حاضر سيدي حاضر. حاضر أمرك، أنا جاهز. هلأ فوراً رح أبعث قوة. طبعاً يا سيدي، أي شيء بصير بتصل فيكم فوراً. الله معكم يا سيدي. مع السلامة. الله معكم يا سيدي. يا مساعد مسعود، يا مساعد مسعود. وعدتكن اني رح افلح الارض، وهي انا يا امي عم في بوعدي. المشتاق لكم خليل. قرب يا حباب، قرب يا حباب، قرب. اصحون ضد الكسر، اصحون. قربي يا ست، قربي يا خانم. عرض خاص مع كل دزينة تصحون كاسة شاي كبيرة إلى إذن. مق يا حبيبي مق، ومع كل دزينة كاسات شوكي. فرق يا حبيبي فرق. يا صحني يا صحن، أحلى هدية للحماية. لو دحشوك بالفرن بتلقى حر الشواية، وبتلقى الدق بقلب الجرن، وبتمشي فوقك هونداي. يا صحني يا صحن، يا صحني. قرب يا حبيبي قرب، قرب يا روحي قرب، قرب يا روحي قرب. يلي بدك تصالح حماتك، يلي بدك تصالح حماتك، للكواج، للمقلوبة، للكبة اللبنية. هصحون خزف يا روحي خزف. شغل وين هصحون بالله؟ كله شي أصلي مدام. أصلي ما اختلفنا، بس عم أسألك شغل وين؟ شغل وين يعني؟ كلها بضاعة فرنساوية الله وكيلك، ماركة الفيل أبو دعسي. وأكيد ضد الكسر هصحون. شي عم قلك فرنساوي خانوم، فرنساوي أصلي، ماركة الفيل أبو دعسي. هذا محي الله، وإذا مالك مصدقة رح أعمل تجربة صغيرة قدامك. شايفه هالصحن هاد؟ شايفتي؟ إيه شايفته، لكن مالي شايفته. رح فلته من إيدي قدامك على الأرض. إيه مثل ما بدك، بس إذا انكسر أنا ما دخلني. لك شو ينكسر يا مدام؟ شو ينكسر؟ شو شايف الشغلة هيلمة؟ ولا فكرك عم نمزح معك؟ ها؟ شوفي؟ ها؟ شو يا أخ؟ شايفته انكسر؟ العمى على القصة. إيه والله انكسر. إيه مو على حساب ضد الكسر، ولك أنتوا الغش بدمكم. ليك تاني على هالموشع الصباحي، ليش شو دخلني أنا؟ أنا اللي مخترعه؟ على حساب فرنساوي. ليش فكرك ما في غشاشين بفرنسا؟ بس العرب بيغشوا. ايه روح عنا يا، روح اضحك على وحدة غيري. شو مفكرني بنت صغيرة قدامك؟ ولك انا شايفة من نمرتكم كتير، العمى بقلبكم العمى، ما عاد في خجل ولا في حياة. لك يا خانم انا لما يعني جبت... اذا بتعرفوا بينكسر ضروري تشلفوا بالهوا شلون ما كانوا تتبهوا. يعني لو قلت لي عنا صحون ضد الكسر والحرارة يمكن كنت اشتري وامشي، لكن زعبرتك وحركاتك البهلوانية يلي بلا طعمة هي يلي كشفتك. لسه بيعمل لي أشعار ومسخرة وحركات رياضية سخيفة. العمى بقلبك العمى على قلة هالذوق. بدك ضروري تنكسر انت التاني قدامها يكسروا خاطرك إلهي. لولا الكسر ولولا الطبش ولولا الكاس المكسورة، لولا كيا فخورة ما عمرت هالمعمورة. لولا الكسر ولولا الطبش ولولا الكاس المكسورة، لولا كيا كسورة ما عمرت هالمعمورة. ولولا كيا الملح.
بدي بكن عليك الوجع. اي والله يسلموا الايدين يا غاني، جسمي مكسر تكسير. ما قلت لي ليش ما في غله اليوم؟ ايه انا بعرف، عم اقول لك تعب النهار كله راح بوج اليوم. لا ويا ريت وقفت شغلي هون، وانا معجوق بحالي وهربان من دوريه المحافظه، وقع مني نص البضاعه الله وكيلك، زبادي وصحون وكاسات ومفاتيح الى غير يلي اخذته الشرطه، يعني خسران بحدود ال 2000 ليره يا ام غاني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انه شو بدهم منك المحافظه؟ لسه حاطين دابون بدابك؟ الاريضه تقرضهم ان شاء الله. قال عم يلاحقونا مشان المظهر الحضاري للبلد، لانه يمكن شكلي انا والبسطه تبعي مكرب ونشاز وبيطفش السواح. ايه شو السواح ما رح يشوفه من البلد الا البسطه تبعها؟ ايه انا بعرف، بس وينك ام غانم؟ انا مو حارق قلبي من كل هالقصه الا الخيار والفقوس اللي عم يتصرفوا على اساسه. شلون يعني؟ الله وكيلك يا ام غانم، في بسطات بنفس الشارع اللي كنت واقف فيه اخذ رصيف كله، وهالبضاعه مبحوته بحت على الاراضي على عينك يا تاجر، وصاحبها قاعد ورا هالبسطه ولا على باله على شرب شاي، ومتيت طول النهار، ولما بتمرق من قدامه دوريه المحافظه بتعمل حالها مو شايفته، بتغض نظر. اوف، وليش بقى؟ عم يبلعون يعني؟ مو قصة تبليع، القصة أكبر من هيك بكتير يا أم غانم. شو القصة بقى؟ قال هدول يلي عم ينبسطوا بالطريق وعينهم جقرة كتير وخلاقهم ضيقة ولسانهم ناشف ووشهم عطم، بيكونوا مرتبطين. مربوطين؟ شلون يعني؟ مرتبطين مو مربوطين، يعني متسوسين. كمان ما فهمت. يعني بيشتغلوا لصالح الله، فهمتي بقى؟ ها ايه فهمت عليك. بقى هدول اللي وشهم ناشف مثل القريص ما بينزعوا المظهر الحضاري للبلد، بس نحن هالمعترين يلي بننزعه. طيب انت الله يصلحك، ليش ما بتاخد رخصة وبتخلص من القصة؟ مو احسن ما تهرب من الدوريات من قرنة لقرنة؟ حاولت كتير ام غانيم، حاولت بس ما بيعطوني رخصة الا اذا يعني إذا شو؟ إذا ارتبطت. انقلبت، شو مستني؟ لك حاجتك بقى أم غانم، شو شايفتيني غنم اللي انربط؟ شو الملافز هاي؟ يرحمكم الله أبو غاني. هاتي ناوليني شي محرمة الله يرضى عليكي. علبة المحارم فضيت من مبارح. شلون ما صفي عنا محارم؟ في علبة جديدة حاططها على الكنباية هديك، جيبي لي يا الله يرضى عليكي. لك اخ منا، لسه بتجيب من هالماركة؟ كتير خشنة مثل اللي عم يحفوا شب ورق ازاز. بيجوز، بس هي بيطلع فيها هدايا محرزة وفي ناس ربحوا من وراها كليات ذهب. هلا نحن وشنا وش هدايا دخيلك انت الثاني. لحظه شو هي؟ شو الورقه اللي كبيتيها؟ هاتيها لشوف. هاتي، مبروك حامل هذه الورقه يربح جائزه قيمه من مناديل نفيسه، حقا انها نفيسه. شايفه يا ام غانم؟ ربحنا يا ام غانم، ربحنا. شايفين حظنا احلى؟ فهمت عليك، شو ربحنا؟ لك ربحنا عم يقولوا لك جائزة قيمة. ايه شو هي الجائزة؟ شو بيعرفني؟ بجوز يكون برادة، بجوز تكون غسالة، أو يمكن ذهب، الله أعلم. بالله عم تحكي جد أبو غاني؟ يا سلام يا أم غاني، وأخيرا فرجت. لك شفتي شلون؟ شفتي ليش أنا بشتري محارم نفيسة؟ لك يا أختي، غرض الرجال غير شكل دائما. يا رب تطلع غسالة أوتوماتيك يا رب. وينك ام غانم؟ من هلا عم فهمك، ها؟ اذا طلعت غساله اوتوماتيك بدي بيعها فورا. يو، وليش لتبيعها؟ لك شو ليش يا ام غانم؟ بنستفيد من حقها، بشتري بالمصاري شويه بضاعه وبسترزق منهم. ويني؟ يا اما بشتري عربايه فرد مره. يا حبيبي على الفهم، وان شاء الله بدك يعني اغسل طول العمر على ايدي. لا ما بيهون علي بهالشي ولو،
ساعتها بشتري لي غسالة عادية مستعملة بشغلة 1000 ورقة. تكرم عينك يا أم غانم، ما رح خليك تغسلي على إيدك من هلا ورايح، طول عمرك. إيه كتر خيرك والله. محارم نفيسة، حقا إنها نفيسة. أعزائي المشاهدين، كما عودتكم محارم نفيسة دائما ستستمر معكم بتقديم الهدايا القيمة والجوائز المادية. ربحكم أكيد مع محارم نفيسة. مع محارم نفيسة أنت الرابح دوما. أعزائي معنا اليوم الأخ، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أبو غانم، محسوبك أبو غانم. أبو غانم شو؟ أبو غانم الشاحط. أبو غانم الشاحط هو أحد الرابحين الجدد وأحد الذين حالفهم الحظ وفازوا معنا بهدايانا القيمة. أخ أبو غانم، أنت شو ربحت؟ ربحت براد كبير 20 قدم، بابين، تبريد هواء. وممكن توصف لنا شو كان شعورك؟ فرحنا كثير أنا وأم غانم، وقلنا لحالنا فرجت بعد أن كنا نظن بأنها لا تفرجي. وشو بتقول للإخوة المواطنين؟ بقلكن اشتروا محارم نفيسة، اشتروها قد ما فيكن، لأنه محارم نفيسة عيشتكن رح تكون كتير نفيسة. نفيسة؟ منو هاي النفيسة؟ الله يصلحك يا أم غانم، قطعتيلي المنام من نصه. ومنو هاي النفيسة اللي كنت شايفها بالمنام؟ كنت عم شوف محارم نفيسة مو نفيسة. أما شو براد ربحت لك يا بالمنام يا أم نفيسة يا أم غانم؟ شي بيمزع العقل. براد بابين تبريد هواء 20 قدم، إلو حنفية مي باردة من برا دقيله بيرقص. إيه إن شاء الله يكون منامك فعل خير ونربح براد يا رب. ألو مرحبا محارم نفيسة، يعطيك العافية يا أختي. معك أبو غانم. مين أبو غانم؟ أنا أبو غانم الشاحط اللي ربحت، قصدي أنا اللي طلع لي قسيمة بقلب علبة المحارم. إيه إيه قسيمة ربح مكتوب عليها. نعم الله يبارك فيك يا رب. إجي لعندكم على الشركة استلم الجائزة. عظيم كتير، رح إجي فورا. بس وينك أختي؟ ممكن أعرف شو نوع الجائزة يا ترى؟ مفاجأة؟ طيب طيب أعطيني العنوان لو سمحتي. يلا 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 يلا، معك قلم يا أخ؟ قلم بالله. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. أنا أبو غانم الشاحط، ربحت براد، قصدي ربحت جائزة. معك القسيمة يا أخي؟ إيه معي القسيمة. إيه والله، والهونداي عم تستناني فوق. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. راجع المدام عصمت بالطابق الثاني إذا بدك. يعني من هنيك لسلم الجائزة؟ إيه من هنيك. يعطيك العافية. وين يا أخي؟ نعم. ما بدك تعطينا حلوة؟ إيه براد كرم عينك ولو بتستاهل. معوضين. إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا مدام، خلينا ياكي. الله يزيد فضلك يا رب. بس يعني ممكن أعرف شو الجائزة مدام؟ إيه تكرم عينك، رح طالع لك إياها على الكمبيوتر. يا ريت. طمنيني مدام. يا سلام، شو هالحظ اللي إلك يا أبو غانم؟ أبو غانم الشاحط ميدان تحتاني. يا عيني على هالحظ اللي إلك ما أطيبه. فعلا فعلا جائزة مرتبة. واه خلي لي الوش الحلو، ممكن اعرف شو هي؟ لا انا بفضل اعمل لك اياها مفاجأة. مثل ما بدك تفضلي. تفضل وقع لي هون لو سمحت. ايه على عيني وراسي. تفضل. وين؟ هون هون. اوكي انا بس عن اذنك لحظة رح اجيب لك جائزتك وارجع. خدي راحتك. تجيب الجائزة معناها أكيد لا براد ولا غسالة،
يمكن ذهب، اكيد شغله ذهب. يا ريتني ما تسرعت واستاجرت هونداي. يلا سيدي مو مشكله. شو هاد؟ جائزتك؟ كلب؟ جائزتي كلب؟ ايه كلب؟ وليش هيك مستغرب؟ يعني عفوا مدام، انا كنت متوقع اربح لي شي براد او غسالة او فرن او شي مروحة، بس مو كلب. كلب؟ يعني بصراحة ما بعرف شو بدي اعمل فيه، لانه بحياتي انا لا ربيت لا كلب ولا ملب حتى ولا قطة. طيب شو بدنا نساوي؟ هيك طلع حظك. بس لمعلوماتك هذا الكلب ما نوع عادي ابدا. ما فهمت عليكي، كيف يعني كلب مو عادي؟ بغني مثلا؟ بيلعب كرة قدم؟ لا مو لهالدرجة، بس يعني هذا كلب غالي كتير. وليش بقى؟ ليش غالي يعني؟ كله شافت كلب. ايه صحيح، بس هالكلب من سلالة عريقة كتير، يعني الاب يوناني والام تليانية، وشجرة عيلته معروفة للجد العشرين. تفضل، هاي بيان عائلي، قصدي شجرة العيلة تبعه، مصدقة وموثقة وممهورة، وهي شهادة الميلاد، ومعها شهادة صحية بتثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية، وكمان هون في شهادة تثبت إنه كان منتسب لنادي الكلاب العائلي لمدة 4 سنوات. ودخلك شو كان يعمل بالنادي؟ يعزف بيانو؟ لا طبعاً، بس يعني كان يمارس عدة نشاطات مثل السباحة والرياضة والتدليك والمساج، وهذا كلياته طبعا تحت إشراف أطباء ومختصين. ها شي حلو والله، خبراء ومختصين. طبعا طبعا، وهي شهادة التلقيح. ليش كمان ملقح؟ طبعا طبعا ملقح ضد 20 مرض من الأمراض السارية والمعدية. تخيل تخيل، حتى ضد السعلة والرشح ملقحينه. يعني هذا الكلب ما بيقرب؟ بإذن الله بإذن الله ما رح يقرب المرة. منيح طمنتيني، وإذا ما قرب علي منه بيكون أحسن. وبحب الفت نظرك كمان إنه هذا الكلب له نظام غذائي خاص، وفضل إنك تتقيد فيها مشان ما تتعب معدته ويمرض. نظام غذائي؟ ليش ما بياكل من زوايد البيت؟ لا لا، شو الحكي، شو زوايد البيت؟ شو انت ناوي تموته؟ شوف ابو غاني، الصبح تعطي حليب بالبابرونة، بس حليب خالي الدسم، ها، مع بيضة مسلوقة وشقفة حلاوي. الغداء تعطي وجبة روس مع صلصة الفطر او جوانح باني، بيمشي الحال، مع شوربة كريمة. والمساء يعني انا بفضل انك ما تقله كتير على العشاء مشان ما ينتخم، بكفي يعني صحن سلطة فروي بزيادة. ودخلك ما بيشرب شاي او قهوة او نفس ارجيلة معسل؟ لا لا اوعك، هو ما انه متعود على المنبهات النوب. بعدين يكون بعلمك لازم توفر له جو صحي كتير مناسب، يعني بتحطه بغرفة مهواية ومشمسة وما في رطوبة ابدا. حاضر ستي، لسه في شي تاني؟ لا سلامتك، تفضل استلم جائزتك والف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكي يا رب. امشي دادا امشي. تفضل. شو قلتي لي اسمه المحروس؟ هو اسمه الكامل دبليو جوش، بس جوش حاف بدون شي بيمشي الحال. ماشي الحال، امشي جوش، امشي حبيبي، امشي جوش، جوش 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 جوش. معلش انزل انت سو، انزل روح. لقلك عينك عليها. روح. وما قبلوا يبدوا لك اياها بشي طنجرة ضغط او شقفة مروحة؟ لا ستي ما قبلوا، قال هيك حظك نصيبك. لك ودي على الحظ كلب. احمدي ربك اللي ما طلع لنا شي دب. شو ناوي تعمل فيه؟ شو بدي اعمل فيه يعني؟ من بكره بدي انزل بيعه. ايه وين بدنا ننيمه اليوم؟ بتنيميه بأوضتي وعلى تختي، وانا بمد فرشه وبنام هون. شو هالحكي اللي عم تحكيه ابو غاني؟
نيمو محلا؟ ولك يا ام غانم، حتى تختي يمكن ما يكون قد المقام، شو مفكرة انت؟ لا وبجوز ما يرتاح عليه منوب. شو هالحكي يا ابو غانم؟ يعني قد ما راح واجا بيضل له كلب. لك اخ يا ام غانم اخ، هالكلب هاد يلي مو معبي عينك احسن مني بكتير. وبشو احسن منك؟ بكل شيء، بكل شيء. ام غانم عدي على صبيعك، هو معه شهادات رسميه وانا ما معي. هو مدلل مربع العز والنعيم، وانا ربيان بالحارات وبين المزابل. ايه بين المزابل ربيان؟ انا كان فكري وين ربيان. هو مسجل بنادي الكلاب العائلي مشان يسبح ويلعب رياضه، وانا من 20 سنة ما سبحت ولا صحلي غطس جسمي بالمي، والرياضه الوحيده اللي عم مارسها هي الركض قدام الدوريات. هو ملقح ضد 20 مرض معدي، وانا يا من تراني ملقح بالفرشه لانهم اهلي بحياتهم ما لقحوني وما عندي مناعه. هو بيفطر حليب بالبيبروني، بيتغدى لحمه، بيتعشى فواكه، وانا معطيه على الفول والفلافل والخبيزه. شوفت عينك. هو اذا ضاع او انفقد او صار له شيء، في مين يسال عنه؟ في، وبيبكوا اصحابه، بيبكوا اذا ما لقوه. اما انا اذا ضعت ولقوني بيبكوا اصحابي لانه لقوني. هو اذا انحبس كم يوم جوات البيت بتفز علينا جمعيه الرفق بالحيوان، ليش ما عم تشمموه هوا؟ اما اذا انحبست لاني مادت بسطي بالشارع وعم استرزق، ما في مين يسال عني. يعني باختصار هو عايش عيشه البني ادمين المرفهين، وانا عايش عيشة الكلاب. بقى ليش لحتى ما ينام محلي ام غانم؟ ليش؟ ما في اسباب موجبة حبيبتي. يا كلب يا كلب، ليش لما تشوف عيني بيرتعش قلبك؟ قلت لك بحبك مثل خيي، وغير هيك ما بحبك، وغير هيك ما بحبك، وغير هيك ما بحبك يا كلب.